بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده احنا قريبين من خمس كباري، قريبين من خمس كباري بشتيل، يعني البشتيل بس قريبين من خمس كباري. الحتة اللي احنا قلت لكم عليها ديت انا عامل وصف يعني بإذن الله. فطبعا انا ما بقلتش حد والله، فانا حبيت يعني ايه يبقى ليها فيديو بتاع الخاص، فخليكم معايا ان شاء الله كده وربنا يسهل. لو في حاجة ايه هنصورها كده مع بعض، ربنا يسهل ان شاء الله. بصوا هنا يا شباب، انا بطب غابه كام؟ غابه كام؟ غابه 5 متر. ليه بقى؟ لو انا حبيت مثلا في حته زي زرع زي كده، انا عايز ارمي في النص هناك، في اللي هناك اهي، فانا عايز ارمي في النص كده، عارف اللي فيه مثلا سمك هيعلم هناك في الحته دي. الغابه الطويله برضه ساعات بتنفع، يعني ساعات مثلا لما تحب تجيب هات 5، ولما تحب مثلا تبقى مقصر براحتك، بس يبقى معاك نفس الطول ده، بينفع مع الديات حتت زي كده، فاهمني؟ يلا في حاجه برضه هنصورها مع بعض، خليكم معانا. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم مكان جميل ده. بقى يا جدعان الشبار اللي هو السمين مش بتاع البحيره ده، ده شبار سمين بسم الله ما شاء الله. يعني يعني ايه، بدات تخش حلوه والله العظيم، جميله قوي يعني، بدات تخش حلوه. صنونة بس ما علينا، حلوة خليكم معانا. بسم الله بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله ده بقى اللي هو أسمن يعني من بتاع البحيرة، جميل بسم الله ما شاء الله، خليكم معانا. العفر اهو، المصحف بص طلع ميته والله العظيم كله كده. ده الشبر يا جدعان اللي هو السمين مش اللي هو التاني، عمال اقول كل شويه سيدي كده. خلاص دي انا بتعلمها برضه. راحت ماشي، خليكم معانا. يا جدعان والله العظيم ما شاء الله، هو في البشتيل هو حلو بلا يخش. حاولت ان انا اشتغل بالغله، ما علمش عليها بالغله، علم عليها بالطعم وبالجمبري، ما علمش على الاثنين دول. اما بالغله فيعني لسه شويه. والله سؤال دغري تمشي ماشي بيها. راحت والله العظيم اقسم بالله عفره. يلا ربنا يبارك ان شاء الله، خليكم معانا ان شاء الله تفرق. انا عايز اجيب لكم اوريكم العلامه من اولها، فيعني مش عارف عشان بس ما اطولش في الفيديو. ما الحقش والله العظيم اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حساني عين سالم، عين سالم الصلاة على النبي. هو
وشباب السمك بدأ يبخ، فبيبدأ عايز بقى يعوض بقى، يعوض يعني يخش بعد كده، يخش بشراسة. بص تلاقي ما شاء الله يعني هيخش يعني ياكل الحلو. فانت الايام ديت يعني اتجههم بقى اللي هو مثلا الشبار لما هيبدا يخش حلو، خلي بالك جميل والله. السمك ده اللي موجود في السوق اللي بقى ب 40 جنيه. يلا خليكم معانا. بصوا يا جدعان كلهم عين سلام، اقسم بالله حاجه محترمه. خليكم معانا هتفرج ان شاء الله. وادي العالم اهي من اولها وربنا يسهل وكله جميل اهو. يلا ربنا يرزقكم. ان شاء الله. الله اكبر. واحدة وقعت اهي. بسم الله ما شاء الله. الله. ربنا يفرجها ان شاء الله. النهارده ساف. الاربع؟ اربع. الاربع. ماشي. خليكم معانا. بس انا ابص من التليفون اهو. خليكم معانا. والله العظيم ما شاء الله حاجه جميله. عين سالم كله والله، عين سالم اللي هو السمك اللي لحمها حلو. بص يا جدعان ما شاء الله، الله اكبر، حاجه محترمه جدا. يلا ربنا يرزقكم. ما شاء الله، الله اكبر، حاجه محترمه، ربنا يرزقكم جميعا. ان شاء الله يا جماعه هسيب لكم وصف كده اخر الفيديو ان شاء الله، وصف الطريق. حتى الشباب سايس فيها ما شاء الله، حاجه محترمه اهي. تعالى اهو كله يا جماعه عين سالم والله. لو احنا اقول لك انا كاننا قاعدين في مزرعه. زي بتاع البحار ده حاجه ثانيه. وفي شبار كذا شبار انواع يعني. يلا خليكم معانا ان شاء الله. ربنا يفرجها. ان شاء الله مسلم معانا والله وشغلها زي الفل. يلا واحده مباشره. تغمس كمان ايد حساس حساس الصلاة على النبي. خليكم معانا. الصلاة على النبي كله عين سالم والله العظيم، ولا واحدة كده كله عين سالم. خليكم معانا. لازم بلحق يا بلحق.
الحقش اللي انا اصلا اقدر يعني اصور كمان. بس جدعان بس ربنا سايس والله. الدباسي هو ده بس جدعان الغابة اللي جوه دي علم. صغير برضو يعلم يا جماعه. زي سوا شباب بس والله العظيم عفر اقسم بالله. عين سالم كده شباب. انا كده خلصت، فباذن الله هسيب لكم وصف تحت بعد الفيديو ده، بعد ما تتفرج على الفيديو في وصف تاني بقى للطريق اللي احنا مش عارفينه وجيناه. ده طريق بشتيل من ناحيه الخمس كباري، اول خمس كباري من ناحيه بورسعيد، اول خمس كباري من ناحيه بورسعيد هناك اليمين. تمام، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده رايحين فين؟ رايحين البشتيل، بشتيل من ناحيه الكمين بتاع المنطقه الصناعيه. فخليكم كده معايا وهنوصل كده المكان لغايه لما نوصل. فطبعا انا مش هصور الكمين، الكمين مش هصوره عشان يعني ما يعني ممنوع، مش هصوره. تصوير الكمين او اي منطقه حكوميه ولا الكلام ده ما ينفعش ان احنا نصور ايه الكلام ده. انا بعد ما اخش الكمين هبدا اصور. ماشي يا شباب؟ ماشي. طبعا انا لفيت، نزلت من حي الاماراتي ولفيت اللي هو الطريق ده كده اهو، خدته مع العربيات في ملف، في ملف بعد بعد عربيات النقل ديت بشويه كده، في ملف ده هيرجعك تاني ويدخلك على ايه؟ في الملف هو بتاع المنطقه الصناعيه. تمام؟ مكتوب ايه؟ طريق بورسعيد اسماعيليه منفذ الرسوه. كانك بقى رايح على منفذ الرسوه تبدا تخش على المنفذ اللي هو ايه؟ الكمين. انا مش عايز اصور الكمين يا جدعان عشان الكمين ما ينفعش ان احنا نصور يعني حاجات حكوميه، فما ينفعش. انا اول ما اخش من جنبه هبدا اصور تاني. ده اللي هو الطريق اللي بيدخلك على المنطقه الصناعيه، عارفينها المنطقه الصناعيه اللي فيها المصانع والكرسي والحاجات دي. تمام؟ انت قبل ما تحصل الكمين، قبل ما تخش الكمين يعني، قبل ما تخش الكمين يعني تدخل على الكمين اهو، لا بتقوم داخل من جنبه يمين. تمام؟ دي بحيره يا جدعان برضو، البحيره دي كل ديت برضو في ناس بتقعد فيها وفيها سمك، خلي بالكوا برضو. بس عاوز الصبر يعني، تصبر ربنا هيكرمك، هنا في سمك وبسم الله ما شاء الله يعني. تمام؟ خليكم معايا. طبعا انا دخلت ايه؟ دخلت يمين، دخلت يمين بعد ما عديت اللي هو من جنب الكمين ما دخلتش عليها. تمام؟ قمت داخل من جنب يمين، هتلاقي عندك بحيره، بحيره ايه واسعه، بحيره كبيره برضو كويسه وفيها ناس تقعد وفيها سمك. هنا في اللي هي المصارف، مصارف وفي مزارع، دي المصارف دي اللي بياخدوا منها اللي هي المزارع بتاخد منها هي المايه بتاعتها. يعني بترمي ميه بتاخد ميه، هتلاقي برضه الشبار دوت نمره واحد موجود برضه هنا. تمام؟ فهتلاقي الناس طبعا ايه قاعدين، فبسم الله ما شاء الله يعني ايه مركزين. ناس واحد اهو مستهب اهو. انا مش عايز اطلع عليكم الفيديو، انا باخد الطريق دوت، الطريق ده هاخده للاخر يعني، الطريق دوت للاخر. تمام؟ هيقابلني كل ده يا جدعان البشتيل، يعني كل ده بشتيل. انا بقى بكمل لجوه شويه، في جوه تلاقي الخمس كباري، وبعد كده الخمس كباري مسار 17 ري سرحان، وبعد ري سرحان هتلاقي ري واحد واثنين وثلاثه كده يعني، هتلاقي اماكن كتير. بسم الله ما شاء الله يعني الحته ديت مليانه اماكن. تمام؟ انا هاخد الطريق ده لاخره، وبعد كده ايه اوريكم التقاطع، وبعد كده هوريكم ايه الحته اللي احنا بنقعد فيها. تمام يا شباب؟ تمام. في ناس قاعدين برضه، دي الحاله الواسعه.
البحيرة على ايدك اليمين وانت داخل، والمصارف بتاعت اللي هي المزارع على ايدك الشمال. تمام، اول ما اوصل يا شباب هناك يعني التقاطع اللي بقول لكم عليه ده هقول لكم مثلا ايه انا بقعد فين بالظبط. يلا خليكم معايا. بصوا يا شباب هنا برضو في كذا مصايد، يعني بعرفكم كذا مصايد احنا بنجيب يعني بنيجي ليها وبدل الشباب، يعني بدل الشباب في كذا مصير. هنا جوه جنب الفيلا ديت قبليها برضو في ترعه رئيسيه وفيها مصايد بسم الله ما شاء الله، وفيها شبار حلوه خضره وبيضه، السماكه حلوه ما هيش وحش. تمام، ودي برضو البحيره خليكم معايا ما اوصل برضو معايا برضو. احنا جدعان احنا كده وصلنا لغايه اللي هو التقاطع. التقاطع دوت بيبان على اللوكيشن يعني خلاص ده بقى اخره، لا في تكمله للطريق. بص هنا على الجنب ده برضه في بسم الله ما شاء الله مصارف وفي اماكن جميله، اماكن جميله وترع، والترع برضه جميله شغاله برضه دي شغاله. احنا بقى من ايام ناخد سنه شمال ونكمل على طول. دي برضه ايه الترع برضه الرئيسيه، وفي مصارف جوه بسم الله ما شاء الله يعني هتعجبكم. يعني خليكم معايا برضه هنمشي الحته الصغيره ديت وربنا يسهل. هنا برضو في حواضه اهي برضو مصارف برضو اهي شغاله. تمام، انا بقى بخش اقعد في الحته دي عند البيت ده، بخش اقعد بقى وبقى بشتغل. يلا خليكم معايا لو في حاجه هنصورها مع بعض. راجل عند المكان اللي بصيت منه والله. تمام، شباره خضره حلوه يعني، فانا الشباره بدا يعني وفيها شباره بره برضو اللي هي الشباره الحساني والدباش اللي هو الحلو ده، فهنجرب كده مع بعض. فانا عايز اجرب شويه اجرب غله، لو اشتغلت غله هتبقى جميله قوي. طبعا هبقى اعلمكم ازاي نبقى نصطاد الغله، هنبقى فلاحين خلاص. تمام يا جدعان، ارض زراعيه وحاجه حلوه بسم الله ما شاء الله. ماشي يا شباب.